فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. الإمام أحمد رحمه الله جرى عليه من الامتحان في هذا الأمر الشيء المعروف، لا سيما القول بخلق القرآن، فإن المأمون أراد أن يجبر الناس على القول بأن القرآن مخلوق غير منزل، وذلك بتأثير من جلساء السوء من المعتزلة، لأنه استوزر المعتزلة، فالمعتزلة أملوا عليه هذا المذهب الخبيث وأغروه بمعاقبة أهل السنة الذين يقولون أن القرآن منزل من عند الله وأنه كلام الله حقيقة. والمعتزلة تبعا للجهمية يقولون القرآن مخلوق كغيره من المخلوقات، والله لا يتكلم، وليس بيننا كتاب من الله نزل من عند الله، وإنما بيننا مخلوق كسائر المخلوقات قبحهم الله. فأملوا على الخليفة المأمون هذا الفكر الخبيث واقتنع به وأراد أن يجبر الناس عليه، وقتل من قتل من الأئمة، وامتحن من امتحن، وعلى رأسهم الإمام أحمد رحمه الله، فقد عذبه بالضرب والسجن، ولما مات خلفه من بعده المعتصم أخوه المعتصم، فسلك نفس المسلك مسلك المأمون وعذب الإمام أحمد، ثم جاء الواثق ابن المأمون فسلك هذا المسلك وعذب الإمام أحمد وهو صابر محتسب يصبر على الضرب وعلى السجن، ويقول القرآن منزل غير مخلوق، وإذا قالوا له قل مخلوق قال هاتوا لي شيئا من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فثبت إلى أن جاء المتوكل ابن هارون الرشيد رحمه الله، فأفرج عن الإمام أحمد وناصر أهل السنة وقمع أهل البدعة، فكتب إليه الإمام أحمد من جملة مناصحاته هذا الحديث. وخير ما ينصح به كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.